طيب هو الا الطلاق يعني الهيد رايتر عليه كانت ساره الطبجي، بس هي للاسف مش موجوده معانا النهارده، فهي اللي كانت ماسكه المشروع وكان بيكتبوا معاها سلمى عبد الوهاب ومحمد جمال. بس في الاخر احنا في سرد بنشتغل كلنا بنفس الطريقه زي ما انا كنت بشتغل، يعني هي الخبره بتتنقل، فعشان كده شغل سرد بيبقى كله فيه العناصر اللي قلتي عليها، لانه في الاخر كلنا بنشتغل بنفس الطريقه، سواء انا اللي بشرف على الكتابه او حد من الفريق هو اللي ماسك المشروع. يعني بصي، هو كلنا ابيض واسود ومساحات يعني لا نهائيه من الرمادي، مفيش حد اسود بس، مفيش حد شرير بس، مفيش حد خير بس. ف حد كانت عنده مشاكل كبيره في النشأة بتاعته، في حاجه تروماتايزنج بالنسبه له شايلها جواه محتفظ بيها، مأثرة على كل أفعاله، تصرفاته، ردود أفعاله تجاه الأمور. حد كمان بيمر بلحظة من التخبط في حياته، يعني هو مش بس إن هو عنده مشاكل من قبل كده مأثرة عليه، لكن هو كمان بيمر بلحظة فيها تخبط كبير جدا، سايب شغله خارج بره الكومفورت زون بتاعته، بيخش في علاقة خارج إطار الجواز، فلحظة صعبة، لحظة صعبة في حياته. حضرنا للمشهد ازاي؟ بدأنا طبعا نتخيل يعني ازاي، لان احنا زي يعني استاذة مريم معلمانا دايما ان المشهد هو الواحد كوحدة منفصلة، يعني هو لازم يبقى ليه البنى بتاعه عشان نوصل بيه للبيك، فكان لازم يتبني كويس بطريقة ان احنا ازاي تطور المشاعر بتاعت سواء شخصية حبيبة او يارا او سيف اللي توصل في الاخر للخناقة اللي حصلت ولواقعة القتل اللي حصلت. يعني هو احنا طبعا بدأنا نشوف الجريمة نفسها يتم فيها التحقيق ازاي، الحاجات دي بتحصل ازاي في مصر، لازم يبقى فيهم الحتة المصري او الشرقي الموجودة سواء بالنسبة للشخصيات النسائية او شخصيات الـ يعني الراجل زي مثلا شخصية سيف او كده، يعني فده المختلف الاكتر يعني في اللي بيبني على اساسه بقى بقية تغير الاحداث بين المصري والياباني. اوكي، اخر سؤال لأستاذة.